هي فعلا سلمت نفسها ولا هي اتقبض عليها؟ لا هي اللي سلمت نفسها، هي دي برضو حد يقدر يقبض عليها؟ الاموال المتقربه بتاعت قطاطا لو رجعت لنا واتقسمت على الشعب، عارفه حضرتك كل واحد هيجيبه كام؟ كام؟ بس دي حاجه غريبه جدا، دي كان خلاص قرب يطلع للضحى حكم غياب، ايه اللي يخليها تظهر وتسلم نفسها دلوقتي؟ ان الست قطاطا هي سبب الفساد اللي مالي البلد، وديكي شايفه الاثار عامله ازاي؟ ده الواحد مش عارف يروح بيته بشويه حرام كشميليات. يمكن ظهرت عشان تثبت براءتها، بس براءتها ايه؟ دي القضيه لابساها لابساها، الشخصيه جهنميه تتوقع منها اي حاجه. قطاطا لبست القضية الواحدة، والملايين اللي لميناها هتتقسم عليا انا وانت وبس على حلاوتنا. ايوه يا ابني، بس انا مش هستريح الا لما يتحكم عليها. ليه؟ انت قلقان تجيب سيرتك في القضية؟ قلق من ايه؟ اولا هي هتجيب سيرة فاروق وانا مش فاروق، انا شعبان. هتقول لهم انه شعره طويل ونازل على قرنه. ولا يا ابني شعري مش طويل ولا حاجة، ده أنا حتى أصلع شوية، وأنا يا ابني لا بشنب. سلام عليك. ولا بشك أستاذ ورئيس قسم عظمة، بس شيل الحواجب بقى عشان ما نتهرش. صح، عندك الهف دي، بقيت واد قوي أهو. يلا بينا عشان أنا نفسي أسمع الحكم عليها، وكده نبقى دقينا آخر مسمار في نعش الست قطاطا. أعزائي المشاهدين، لقد حانت اللحظات الحاسمة، اللحظات التي ستحدد مصير أكبر قضايا الفساد في مصر في الفترة السابقة. هل سيصدر الستار على هذه القضية التي أثارت الكثير من الجدل في الرأي العام؟ هل سنكتشف في الحلقة الأخيرة الكثير من الأسرار التي تخفيها هذه المجرمة؟ هذا ما سنعرفه اليوم، وإحنا معاكم عشان نعرف. عمرو دياب، يلا يلا. مظلومة وحاسبي حد يجرجرك في الكلام، ها هتقولي ايه؟ انا جعانه
يا ست انا عازمك بعد الجلسه، هاكلك بعد الجلسه. نبي ركزي بقى معايا، ابوس ايديكي في عرض ابوكي علشان دي اول فرصه ليا. انت ممثل؟ لا مش ممثل. والنبي شكلك من الممثلين. يا ستي انا شكلي كده اعمل له ايه؟ بتمثل في الهند؟ في الهند انت؟ لا مش في الهند، ابوس ايديكي عشان دي اول قضيه ليا. اول قضيه؟ اه. اتقفشت في ايه؟ ما اتقفشتش يا ست، انت اللي مبسوطه وانا جايه ادافع عنك. ركزي بقى، بصي من الاخر بقى، قولي ورايا بس. انا بريئه. انا بريئه. انا مظلومه. انا مظلومه. انا اتلعب بيا. انا اتلعب فيا. ايه ياما اللي انت بتقولي؟ ياما عيب ياما، اتلعب فيكي ايه؟ ما اتلعب فيك؟ لا ما اتلعبش فيا ولا اتلعب فيك. ما اتلعب في مين؟ ما اتلعبش في حد يا ست. امال فين الواد اللي اتلعب فيه؟ هندور عليه وهنمسكه ان شاء الله، وحاسبي حد يجرجرك في الكلام. ما حاسبي الله ولا ما تخيش اللي عرفني عليك. وبعدين بقى يا ست ما توترنيش بقى، خليني اشوف شغلي. عايز اركز لو سمحتي. بص تعالي ننسى اللي فات ونبدا مرحله جديده خالص. ايوه. انا مش عايزك تقولي اكتر من اللي ورايا. ايوه قول. انا بريئه. انا بريئه. انا مظلومه. انا مظلومه. انا اتلعب فيا. شفت؟ شفت بقى؟ انت اللي طلعت بريسيسيون. انا اسف، انسي اللي فات خالص، لو سمحتي سيبيني اشوف شغلي. انت مين يا واد؟ يا ست هانم، يا امبراطورة الشرق، حلفتلك ميت يمين ان انا المحامي بتاعي. اول نري، انت المحامي بتاعي؟ اه. طب وانت انا جاي مكانك؟ معزوم على قضية. وبعدين الواد ده مين ده؟ يا ست انا جاي اساعدك. شايفني مكسخة؟ يا ست وانا شايفني عوجة؟ شايفني حورة؟ انا ايه اللي وقعني الوقعة السودة دي؟ وقعة سودة؟ ايه اللي وقعة سودة دي؟ يا ست يا ست يا كبير. انت بتنادي ايدك عليا يا ابن الواد؟ بصي وطرتيك. انا بص اخش الحمام وما تقليش ادبك تاني، ارجع من الحمام تكوني حفظت. يلا هي كان بيزغني في صدري. برا ان شاء الله يا ست قطاطا. انت مين يا عم امك انت كمان؟ برا ان شاء الله يا ست قطاطا. انت مين يا وليه؟ انا سنية. سنية؟ ازيك يا سنية؟ ازيك يا حبيبي؟ شفت يا سنية عبد في قطاطا ايه؟ معلش معلش، في حد بينخورني في حبور وعايز يقعدني يعني. معلش يا حبيبتي، ربنا موجود وهينصرك ان شاء الله. انت مين يا وليه؟ انا سنية. سنية مين دي؟ يلا يا حبيبي. يلا يا براجل يلا. انا مظلومة. مالك يا ست قطاطا؟ مالي يا ابني؟ ما انت شايف الحموله ازاي ده اللي انا شايلها؟ ده انا بخرب امشي بالليل اتقفش في لجنه من البروز اللي انا ماسك. امسك كويس. انا امسك. قومي على القفص يلا. اقفص ليه وانا حبيب؟ سيبوني بقى هنا اتفرج على فيلم انا لوحدي. يا ست خليني اشوف شغل، انا عندي الضغط. سيبوني اتفرج على فيلم بتاع الفيلم بقى. انت ازاي بتكلمها بالطريقه دي؟ رقم اولا دي ست كبيره، لو سمحت سيبنا لوحدينا شويه. انت مين يا واد؟ لو سمحت انا ممكن اصعد الموضوع. فين حقوق الانسان؟ معاك دقيقتين. ابو الحسن جاي علينا ايه؟ عشان خاطر ركزي معايا بقى، عشان خلاص جه وقت التركيز. احنا جوه المحكمه. محكمه؟ احنا جوه محكمه؟ احنا ما اتفقناش على كده يا كابتن. ما تفرناش ان احنا هتيجي جوه. انت مين يا واد؟ انا مين ايه؟ انت بتسجل ايه؟ مدرب كاراتيه يا ستي. هو انا مش باين عليا ان انا محامي خالص؟ والنبي يا ابني وانا باين؟ لو باين هقول لك. طب انت زي ابني يعني. طب الروب ده ما بيفكركيش بحاجه؟ اه بيفكرني. بايه؟ بالراجل الوطواط. وطواط ايه بس؟ بتاع التلفزيون زي المسلسلات بتاع باك مان والسايتر مان. هي جلسه مش معديه، انا عارف، انا مش مكتوب لا ترافع خالص. قومي يا ست بقى، خلصينا بقى، قومي بقى. لو سمحت لو سمحت، انا اتكلم معاها بطريقه احسن من كده. خليني اشوف شغلي. لو سمحت. مين هيخش القفص؟ امك. دخلها. قومي بقى. طب الفيلم هيبدا امتى؟ قومي غلبتيني. يلا يلا جنتو 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 يلا. خلاص يلا قبل ما نفترق من بعض، المراجعه النهائيه بقى. ماشي يا واد. انت مين يا واد؟ مين ايه؟ ما انا هو اللي كان هناك. انت طالب من منظرين؟ لا انا هو واحد بس. انت واحد بس؟ اه. يلا بقى المراجعه النهائيه. اتفضل. محكمه. انا رجعت. I'm a zombie.
انا اطلع عفريه. سكوت. اكشن. انا مريم مظلومه واطلع عفريه. سكوت. النيابه تفضل. سياده القاضي، حضرات المستشارين، قامت المدعى عليها طاطا عطعوت باستغلال براءة المواطنين البسطاء وظروفهم الصعبة والملحة، وأوهمتهم بقدراتها العجيبة على استثمار أموالهم وتحقيق أكبر عائد مجز لهم في حياة الملايين. اسلم حنكك. قول يا سكارة والنبي صوتك صوتك حلو. ما تعمل شريط ويتنزلوا. سكوت. أكشن. لقد قامت بجمع أموال ومبالغ طائلة تخطت ملايين الجنيهات. أعترض. أعترض يا سيادة القاضي، ده ظلم، ظلم وافتراء بين. أقعد. ليه كده طيب؟ ليه بتبوظي ستايلي ليه؟ كمل يا سكارة، كمل يا سلام حركك. لقد استولت على ملايين الجنيهات قرابة 3 ملايين جنيهاً مصرياً. لا، أنا كنت بقعد أول ما أحبك عشان أنت كنت ماشي كويس، إنما دلوقتي مش أنا بحبك، لأن هم أصلاً 20,375,000 جنيه و80 مليون. ياما اسكتي ياما اسكتي خالص، ما تتكلميش خالص. وفي إيه بقى؟ سكوت. سكوت. أرجو إثبات ما تقوله المتهمة بمحضر الجلسة. أيوة كمل يا أستاذ، كمل. ليش لمبوعك؟ يا ستي أنا اللي أقول مين اللي يكمل ومين اللي ما يكملش. لا، ده كان زمان قبل الثورة، لكن دلوقتي خلاص الناس قلوبها شال منه خوف. تفضل كمل يا أستاذ، كمل. سكوت. أكشن. النيابة تفضل. فبعد أن قام المساكين بتسليم ما يملكونه من حطام الدنيا لها، أيوة، بدأت المتهمة في المماطلة والتهرب من إعطائهم الفائدة المنتظرة أو حتى أصول أموالهم. أيوة، اسخن بقى كده. زاعمة أنه قد تم التغرير بها. صلاة النبي عليك، أيوة الله يا باشمهندس، اتلعب بيا. والله العظيم يا ست لو ما سكتي لاديكي حكم عشوائي. حقك، ما انت رئيس لكل المصريين. يا ست قطاطه، انا هنا رئيس المحكمه وبس. وضحت؟ خلاص طيب، ما تزعلش كده يا حضره الظابط. حضره الظابط؟ انا مش عارف واحده مغيبه زيك ازاي تضحك على الناس وتلم كل فلوسهم كده بمنتهى الرضا. ايه ده بيقول ايه ده؟ كنت بتعملي لهم ايه؟ بتسحري لهم؟ صدقت يا سياده القاضي. فالثابت من التحقيقات وإفادة الضحايا تفيد أن المتهمة كانت تسيطر على عقولهم بكلامها المعسول. أيوة أيوة. وقدرتها العجيبة على الإيهام الذي يصل إلى حد سلب الإرادة، وكأن فريستها قد وقعت تحت تأثير التنويم المغناطيسي. دمك. فيفعل ما تأمره به مهما كان، يعني وحدة حباها المولى عز وجل بخيال خصب يتمناه أعظم الكتاب والمؤلفين، بدل ما تستخدم القدرة دي في الخير وفيما هو مشروع، أخذت تستغله في الدجل والشعوذة والفسق. سعادتك، ودي تهمة تضاف لجرائمها السابقة. طبعا. طلبات النيابة. أنا عايز أبعد حرام أمشي. يا ولية كلام، عندك أي إضافة عايزة تقوليها؟ عايزة ترسم على حرام أمشي. يا سيادة القاضي، لا تتركوها، لا تتركوها تراوغكم هكذا. يا سلام. النيابة تطالب بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمة قطاطة عطعوط الزو. وشكرا لكم، شكرا لكم. هو ده هيبقى عسكري كبير قوي في الزبطيه، هيظبطوك. سكوت. الدفاع يتفضل. ايه ده؟ الكابتن وائل جمعه جه؟ وائل جمعه مين يا ست؟ الدفاع يعني المحامي، عندك محامي؟ انا هنا يا ست القاضي، حاضر عن المتهمه.
ويا ريت ننسى اللي فات. ننسى اللي فات؟ بس بقى عشان هترفع انا دلوقتي. بس بس اتفضل يا استاذ. شكرا جدا سياده القاضي. و اولا احب اعبر عن سعادتي لوجودي وسطيكم، ويا رب المرافعه تنول اعجابكم. اديله ورده يا واد وبوسه يلا. بس بقى سياده القاضي، حضرات المستشارين، الساده الحضور، وانا وانت مرعاص يا جدع. وسيد وسيد مرعاص يا بدع. لا سمح، ممكن سكتها عشان مش عارف اركز. سكوت اكسن. سكوت. ادخل يا استاذ في الموضوع. سادخل سيد القاضي. يرى ممثل الادعاء ودي رؤيته سياده القاضي ان موكلتي قد قامت بجمع مبالغ من المواطنين، ولكن هيهات ثم هيهات ثم هيهات. طب هيهات سجاره بقى لحسن خرمت نافوخي. سكوت. كمل يا استاذ. في حقيقه الامر سيد القاضي ان الاهالي هم من سعوا ورائها وراحوا يتوسلون اليها. والنبي يا حاج قطط، والنبي يا خالتي قطط، خلي الفلوس دي عندي، خليها معاك وشيليها ويمشوا ويجروا. يا بنت تعالي. يسيبوها ويجروا. سيد القاضي، وهنا للتوسل مكانه كبيره في قلوب المصريين. ولما التوسل سيد القاضي؟ لتاخذ اموالهم لتستثمرها عندهم لثقتهم فيها. معلش اعيد دي تاني. لثقتهم فيها. كذاب كذاب وحيادك يا استاذ الظابط. سياسه القاضي بقى ما تسيطر شويه. سكوت. لثقتهم فيها وسيرتها العطره وروحها النقية. انظروا إلى وجهها. معلش سيادة القاضي، انظر إلى وجهها. هل هذه تأخذ أموال من ناس عافية؟ دي تأخذ أموال عافية ازاي؟ منين؟ منين سيادة القاضي؟ كذاب كذاب في أصل مصر. أنا اللي اتحكت على الناس وخدت منهم الفلوس، مش كل حاجة أنا عملتها. أرجو إثبات ما تقوله المتهمة بمحضر الجلسة سعادتك يا فندم. يعني ما حدش من الضحايا إدالك فلوسه كده من نفسه؟ نفر. وما بتنكريش كمان ان انت خدت فلوسهم عشان توظفها لهم؟ جميل. يعني انت معترفه؟ نقدر مش معترفه بحاجه وبطلب البوليس. انا بريئه، انا مظلومه، انا اتلعب فيا. انا مش هكمل مرافعه سياده القاضي لان كل حاجه بانت على وضوح. استاذن بشكل شيك عشان ما تحرجش اكتر من كده، ونتقابل في قضيه ثانيه ان شاء الله باذن الله. يا حبيبي الحمام على الشمال، خش على طول. بس بقى بس بقى خلاص خلاص. عندك حاجه ثانيه عايزه تقوليها؟ مش كده يا جلاله الملك. في الأيامك في الأيامك يا جلالة الملك اتبهدلنا من بعدك. رفعت الجلسة للمداولة. محكمة. أنا بريعة، أنا مظلومة، أنا اتلعب فيا. اسكت بقى خلاص خلاص. أنا بريعة، أنا مظلومة، أنا اتلعب فيا. قفشنا ولا ايه؟ يا عم بص يا عم، هو مش واجب برضه نقوم نواسيها وناخد مخاطرها؟ اقل نبقى عملنا الواجب. انت بتقول ايه يا عمنا؟ ما تخلينا في حالنا بدل ما نتهرش. نتهرش؟ انت كحول قوي يا اسمك. ايه؟ قوم يلا هنضحك. يلا يلا. مساء الخير. هو مش حضرتك برضو الست ثانية اللي كانت ماسكة الشغل عند الست قططة؟ أيوة. قلبي معاك يا ست ثانية، والله غمة وهتنزاح بإذن الله. أيوة. يعني مين حضرتك؟ طبعا ما أنت مش هيجي على بالك تعرفيني. ما أنت ياما شفت ناس داخلة وناس خارجة الله يكون في عونك. أنا يا ست واحد من الناس اللي حطوا شقة عمرهم عند الست قططة، وفي الآخر طلعت من المولد بلا حمص. بريئة والله العظيم يا بنت قططة، بريئة والله العظيم. مصدقك من غير ما تحلفي مصدقك. أنا عارف إن الست قططة كمان انضحك عليها. ربنا ينتقم منه بقى اللي عمل اللي عاملة المنيلة دي. هو أنتوا ما وصلتوش لحاجة؟ فص ملح وداب ولا لوش أثر، بس إن شاء الله هيقع لأن ربنا ما يرضاش بالظلم. ونعم بالله. بعد إذنك. اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. سادة الليل تقتل القتيل وترقص في جنازته. تفضل. متشكر يا بنتي. العفو العفو.
أنا مظلومة. اتفضلوا. حكمت المحكمة حضورياً وبإجماع هيئة المستشارين على المتهمة سلامات عبد الغفار بالسجن 5 سنوات مع الشغل والنفاس. مبروك يا ريت، مبروك. ترد النبي أحسن. وعلى المتهمة أطاطا عطعوط الزو بالسجن 3 سنوات مع الشغل. أنا مظلومة، مظلومة بريئة. أنا بعرف العفية. أنا بدي الناس يا ناس. والله وحلوت احلوت، والله وحلوت وحلوت، والله وحلوت وحلوت، والله وحلوت يا رؤى. قصدي حلوت يا شعبولة، والفلوس بقت بتجري في ايدينا. ما هي الدنيا كده يا صاحبي، ناس بغبائها تترمي في السجون، وناس اذكياء زي كده يتبغدوا ويتروشوا ويتروقوا على حسابهم. وهي دي بقى نظريه هتلر في تقسيم المجتمعات، وعمرها ما خيبت. الله يرحمك عم هتلر، الله يرحمك. هتلر ده كان أستاذي وقدوتي. كانت أمنية حياته إن يقسم المجتمعات لطبقتين، طبقة بتفكر وترتب وتخطط زي حالاتي كده، والطبقة التانية يستاهل يتولع فيها بجاز ويسخ زي قططة واللي شبهها. بصراحة الولاية دي كان عليها غباء ما يتوصفش. بس يعني هو أنا محسوب على الطبقة بتاعتك دي برضو يا شعبولة؟ أنت؟ طب خليها في سرك. أنا بريئة، أنا مظلومة، أنا اتلعب بيا. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. ما تقلقيش يا ست قطاطة، ما تقلقيش، بعون الله هخرجك منها. وانت معايا اشارتك خضر. اتعلم حد، انت تعرفي حد في مرور فيصل؟ يا دنيلة يا وليا، يا وليا انت صعبت عليا عشان كده هقربك. افهميني. طب افهمي وهم بيهربونا. اسكتي بقى، فضحتينا الله يخرب بيتك. بقول لك يا عمنا، يعني بعد اذنك، يعني انا كانت ليا نظريه كده عايز اخد رايك فيها. قول يا اخويا، ما تخليش حاجه في نفسك. يعني بما اننا عملنا عمليه قطاطة ومعنا من قبل كده فلوس، عندنا خميره كبيره تخلينا عايشين برنسات، ما كفايه بقى ونبطل. كفايه وحياه النبي يا شيخ، بلاش كلمه كفايه دي. بتجيب الفقر، وبعدين البحر بيحب الزياده. وإذا كانت وجهة نظرك أنت بقى إنك تشتري مطعم شيك في فندق 5 نجوم، أنا بقى لأ، أنا شراء الفندق نفسه ما يكفنيش. بعدين كفاية بقى عشان الدنيا اللي جاية. كفاية. يا أهلا يا أهلا يا حبيبة قلب جوزة، تعالي. نورنا يا سمير. ده نورك يا ليلى، ما كانش له لازمة التعب ده. تعب ايه ده؟ واحنا بنشوفك كل يوم. مش عايز اتتلك. يلا حاضر يلا حاضر. يا انا حاسس ان انا عايش في قلب النعيم من جوه. والله كده الشغل ماشي 100 100. قول ما شاء الله، ما يحسدش المال الا اصحابه. الف ما شاء الله طبعا يا حبيبتي. لو ايه ست زي الفل، اخلاص ايه ووفاء ايه، تتحط على الجرح يطيب. الله الله الله، اللي جرى ايه؟ هو انا لسه هعرفكم على بعض؟ ايش حال اذا ما كنتش انت اللي مجوزها لي؟ الله يبارك لك، ربنا يسعدكم ويهنيكم ببعض. ميرسي يا سمير. امال فين ياسمين؟ افتكرت دي عند ماما من امبارح، لازم اكلمها. او النبي وسلمي لي عليها الاحسن، وحشاني قوي. اي ياسمين، ازيك يا روحي؟ بابي بيسلم عليك. بقول لك ايه، انت مطبق معايا الليله دي في شغل جديد عايزين نمخمخ فيه. جديد ايه؟ مش لما نصفي القديم الاول ونشوف اللي ليا واللي ليك؟ اللي فات مات يا حبيبي، خلاص اللي فات مات. انا فهد والله بيعربونا، ها؟ مسكونا وجبرخونا، وخدوا بقى الحاجات اللي احنا جايبينها من بورسعيد. هتعملي ايه؟ بص يا ست قطاطة، انا عندي رجاله محاصرين المحكمه، وبعون الله بعون الله هيسلكونا. لا يا اختي، انا ما عنديش حاجه تستلك.
شوف انت ايه مسدود عندك وسلك ايه؟ اخرسي اخرسي بقى وسدي بقى انت ايه؟ يا ساتر يا رب. يا ناشفه يا بنتي، اللي ما فيش فيك راجع لو علموك يمين او شمال. ماشي. يعني لو اتجوزي هتخدفي كلب. يلا يا طاطا العربيه وصل. حاضر. والنبي عشان خاطرك انت اللي نجيتها بس من قلب الكاسيه هتقهر يا دي. قومي خلصي. ولا هو انا بخاطري مش في حاجات شايلاها. مالك يا ولية؟ هو النبي موجود بس ليا عندك طلب. عايزه ايه؟ فلوس؟ انت ناقصه؟ لا لا فلوس ايه يا ابني، انا خلاص حد الله ما بيني ومنها. انا بس عايز اخش الحمام. عايز اخش الحمام، عايز اعمل بيبي. ابو ده مصلحتكم، انتوا ممكن تبطوا غرقانين في قلب العربيه. خلاص كتك القرف قدامي يا ابني. انا سجنت. يو انت رايح ليه؟ انت هتخش معايا جوه في قلب الحمام بتاع النسوان دي؟ ده هتلبسيني بلوه، خش خلاصينا. انت جاي جاي تخش كده. لا اله الا الله. حاضر. دفع واسع. ماشي. اوعى تبصي بالخم بقى. مش هتنيل. تعالى كده. حاضر، جينا كده. انا ماشي عليك اهو. الهي ربنا يريحني منك يا رب. ما تشدش يا خفيف. أول ما المعلمة تركب عربية الترحيلات، كل واحد فيكم عارف هيعمل إيه؟ لا. كل اللي أنا عارفه إن طبيعة المهمة بتاعتنا تهريب عربية الترحيلات بتاعت الستات. خلاص؟ كل واحد عارف هيعمل إيه؟ لا. خلاص يا ولية بقى. طب عارف في شغلانتك السودا دي بقى؟ أهم خلصي افتح الباب. أهم ما بديهاش بقى. الحقوني يا خل، قطعت هربت. زوجتي مني فين يا ولية خرفان انت؟ اروح تربي بقى. انت كنت في الحمام. انا كنت هروح فين تاني؟ انا قلبت الحمام ما لقيتكيش. ما انا هنا اهو قدامك اهو. ده حمام الرجاله. اضربني ما سمعتش الا سراسيب ميه. فرحانه؟ وين اللي دخلت حمام الرجاله اصلا؟ انا فارقه معايا الرجاله ولا ستات ذكر او انثى؟ نشفت دمي الله يقطعك. خلاص يا ابني الرجاله بالنسبه لي دلوقتي عباره عن نماذج. نماذج؟ أم داعي عليا والله. بزيد وعماله تعب 40 وعماله تحركي شنايفك وحنايفك. مالك يا بت؟ خلي بالك خلي بالك بقى. بصي انا متفرجه على افلام التحرش كلها من اول كوبري في الظلام لحد ظبطني احمر على الترعه. خلاص يعني انا من ايام اديله جامد عشان جامد ما خدش. خلاص يا ست قطاطه خلاص. خلاص انا مش هضحي. خلاص يا ست قطاطه حقك عليا. الله في ايه؟ ولو اني مش فاهمه هي بتتكلم في ايه. وادي راسك ابص. ايوه ايوه اترمي هنا يا بت، هتمي هنا يا بيت وبوصيني من رعبتي وعديني من عند برا الحرمة بتاعت الود. بس ايه؟ انت عارف فين الاولانة؟ ما بتسكتيش خالص. بتسكتي امتى؟ انا نام مرة مندوعة. انت يا وليه يا ملدوعه؟ في ايه يا عمر؟ عايزه ايه؟ اما تيجي محطة السيدة عيشة بقوليني عشان عندي.
نبي نادل عطعتها هنا عطعتها ايه؟ هنا انت يا بيت؟ يا بيت؟ يا بيت يا بنت الضايعة من اكليها ها؟ قولي لي بقى كنا هنهرب ازاي من العربية بتاعت الزنزانة؟ هقول لك يلا قولي بقى اتكلمت. ايه الصوت اللي انا سمعته؟ انت يا مين الكذب؟ مفيش حد. صوت جاي من هنا. انت يا ولية كلمتي؟ ومين كلمت؟ يا نهار ازرق الصوت ده ايه ده؟ ما تتكلميش وانا بتكلم، انت فاهمه؟ انا صوت بكير. ابو النار يا شعير، صوت شعير. شعير ايه؟ اسم بكير. اسمك ايه؟ بكير. بكير ولا صغير؟ مفيش حد بيضحك. بيضحك على ايه؟ ده ان السبه دي انك بكير. اسمي بكير. بكير اسمي كده بكير. خلاص خلاص. ايوه انت بعمل عليه. ما انت شكلك هتتعبيني. ما ايوه كده انصرف. يلا لليمين دور. انصرف يا وليه منك. ليه ايه ده انت هتاكلني؟ خش في الصف، خش في الصف يا وليه. الرزبانه دي خرجت بالصف. لا دي مش هخلها. ما هو اللي ابو خرج مسؤول. خرجت فين؟ هي دي مالك انت عبيط. خش هنا في الصف. سعادة الباشا. اهلا يا بكير، عايز حاجه؟ والله سعادتك يعني عايز حضرتك بعد اذن سعادتك توافق يعني بعد اذن حضرتك يعني على اجازه 10 ايام عشان فرح البيت. 10 ايام ليه؟ خد شهر، انت يعني ليك لازمه. الله يخليك يا باشا، ويا رب كده دايما في حياتك وعقبال الست لميس حفيده حضرتك حبيبتنا كلنا الفرحه الكبيره بقى يا باشا. اكتب لي طلب اجازه وانا هوافق لك عليه على طول. لا ده لسه بدري يا باشا، ان شاء الله على العيد الكبير واحتمال اصل ناكل فيه مشاكل يعني. على العيد الكبير وفي مشاكل؟ ايوه في مشاكل يا باشا. اقعد ابكي. الله يخليك يا باشا. الله يخليك يا عسكري. قوموا يا باشا. خليك واقف. ها مشاكل ايه بقى؟ اصل يا باشا الواد خطيبي شغلنا منجم بلد بتاع المراتب دي. واول من المراتب اللي هي الترك دي نزلت السوق، الواد بقى عطر ويقعد على القهوه ويلعب بقى
كوتشين على فلوس وخسر له حالته في البلد يا باشا والله يعني حطه. هات ليمون لسياده اللواء. ها؟ مين يا باشا؟ ايوه مش هتصاحبني وتقعد تحكي لي ان هو منجد وان السوق وقف عشان التركي والهندي؟ ما بعرف. حاضر يا باشا. اطلع بره. تمام يا باشا. وانت كمان واقف ليه بره؟ قومر يا باشا. الو. ايوه يا عباس بيه. لا نايمه اسم النبي حارسها وصينها زي الورده المفتحه. بجد؟ الحمد لله. يلا مع السلامه. انا السبب. انا السبب. بس بيلحقنا. ايوه عوض. ايه؟ لميس ضربتنا وبهدلتنا وكسرت حاجتنا. الو انت دكتور البهايم؟ والله لو عارف انك انت اللي بتتصل كنت قطعت ايدي قبل ما افتح الموبايل. وانت ناقص يعني هتبقى عبيط وبيد واحدة كمان؟ كانت صداقة مهببة وطولة مقندلة يوم ما عرفتك يا عباس. اخلط ونشوف البنت اللي انت سبب ورطتها يا اسماعيل. انا مش ناقص. بقالي 15 سنة بعالج حفيدتك يا جاحد وفي الاخر تقولي انا سبب عودتها؟ يا بني ادم انت لسه هتتناقش معايا؟ البنت بتموت نفسها من العياط. انا محدش يمشي كلامه عليا. انزل لك اضربك بالنار. ايوه هضربك بالنار. حاضر. يا حبيبتي يا غبي. حبيبتي يا عمري. يلا نايمة يا باشا. انا مش نايمة يا باشا. انا قلت حالك انت نايمة يا باشا. يا حبيبتي يا لميس. ان شاء الله ربنا هيشفيها ويهديها ويعافيها وبالصحه يديها يا رب. يا رب. وتشوفها ببيت العدل وتروح بايدك تسلمها لعريسها وتطمن عليها وتجيب لك الذريه الصالحه قادر يا كريم ويخليكي ويشفيكي ويهديكي. خلاص يا رب يا رب. اعملي لي حاجه اشربها. يلا. حاضر يا باشا. يلا. حاضر. خد يا بيه. تعال امسك يا اخت. اطلع قدام شويه كده. صباري يا اخت. حيل تعالي كده اديني وش. امسك ايدي كده. ايه الناحيه التانيه. خلصيني ياما. تعالي كده. بص للكاميرا هنا اللي بعد. يا ليلى سودا. هو في هنا وليه؟ في ايه؟ انت هتدوسيني؟ فارينا؟ ايوه هنا اهو. ما امسك النمر. ادي النمر دي عربية؟ عربية قالوا ليه؟ هتطلعلي رخصة؟ رخصة ايه؟ نمرتك في السجن هنا. يلا حطيه. اه قدام. لا فوق فوق. فوق؟ ايوه فوق فوق. اه ايه ده ايه ده كده السجن انت بتعملي حطها على ايه؟ ايه ده امسكها في ايدك؟ كده؟ ايوه ايوه. يلا بص على القامة. ابدا كده؟ لا كده؟ ايوه 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 ايوه. يا سوادع الاوضاع. لا لا انت ايه بتصورها على البحر في اسكندريه؟ ما تروح في حلم يا وليد. انت عايز الصوره دي ليه؟ عشان السجن هنا. السجن هياخدها ذكرى؟ لولا الصداقه الملعونه اللي بينا واللي بلعنها في كل لحظه ولولا الملاك الطاهر الوحيد في البده انا كنت قطعت علاقتي بيك من زمان يا عباس. روح يا ابني لما على العربيه وسلي شربات. بالذمه ده منظر دكتور. وهو انا اتبهدلت غير بمعرفتك؟ بقى الدكتور اسماعيل جزرة نجم نجوم اطباء مصر في كل المحافل الدوليه يخرج من فيلته بشبشب وكل فرده شكل.
منك لله يا شيخ. طمني الأول على لميس. ما تعالالي العيادة بكرة. عيادة أبو عيادة يا سايس. على فكرة يا عباس، بكرة هتدفع كشف زيك زي أي مريض في العيادة. 15 سنة وانت مقضيها سفلقة، كفاية بقى يا أخي. دكتور بالابتدائية القديمة مش فاهم. سلام يا عبس، لأنك ما تستاهلش أقول الاسم بالكامل. انت؟ نعم. انا هو نبي وزك اللي اعطاني دهوار الوى بس. انت يا ولية قاعدة على سريري بتعمل ايه؟ هو كان سريرك؟ كان سريري. وحصل له ايه؟ بقول لك ايه؟ هتقعدي تهزري معايا وتهدرقي؟ لا يا حبيبتي، انت عايزة كده اول ما تيجي تاخدينك دور اول وانت لسه مستجدة؟ ده مستجدة وضع الامارات. بصي يا حبيبتي، انا عطاطا. جرايه يا ولية انت؟ تكونش فاكرة له خدة ولا ايه؟ لا ابوي ايه ده؟ صدقنا ما خدش بالي انها مش لوكاندا ومريحة الريل. في السجن يا حبيبتي، في السجن يا عينيا، والسويت بتاعك فوق مكان 6 اجلال. ومين ست فنجان دي قدام في الطبق؟ ما نامت يا اختي وخلاص، وارتاحت من الدنيا وبلاويها، عقبال السامعين يا رب. قومي يا ولية. سيبك منها يا قاضية يا اختي، شكلها كده اول مرة تيجي القناطر. لا يا حبيبتي، ازاي اول مرة ما اتصرف في القناطر؟ لما جيت القناطر وخدت معايا فسيخي ورنجيتي وبيضي وعيشي وكل حاجة انتهت من كنتها كانت. يلا يا ولية، يلا يا ولية، قومي من على السرير. يلا قومي يا مت قيامتك. ايه؟ لا يا حبيبتي، ده انا مش عارفة قاعدة وبس. ده يا حنان كرهت، ايه يا ريت ترسي. يلا خديجة دي بتتمطى. ليه؟ إغراء وإنوسة. يلا يا جربانة. لا ترسي يا ريت تتكرر مفروسة. الولية اللبط دي، ايه ده؟ ايه دي؟ جاية من الدهية دي؟ ايه؟ هي الولية دي فاكرة نفسها هتهتنا ولا ايه الموضوع؟ بقول لكم ايه؟ عايزين نتلم على الولية ديت ونرقحها عرقة استقبال المستجدين. ماشي، هنستقتل العمر. يلا يلا. مين عامل فيك كده؟ عطاطا. انت يا عطاطا؟ ايوه انا عطاطا. سلام وقول من رب الرحيم. اسمعي يا ست عطاطا، انت ايوه بره تبقى حراميه نشاله تسرقي تنصبي، كل ده على عيني وراسي. هنا لا، انت هنا في مملكه عباس النهري.
ده كان اوتوبيس النهري. سمك شوش عطية. نعم يا فندم. السجينة دي تطبخ وتكنس وتمسح العنابر كلها. ما بعرفش اطبخ ولا في البلية. تتعلمي. ما بعرفش اقرا. تخرسي خالص. وانت عم العديم من عندنا لهنا. وبعدين بقول لك ايه يا سول بكير؟ اقبل يا باشا. تنفيذ الاوامر عليك، وبعد ما تعمل كل الحاجات دي تتنقل على الحجز الانفرادي، فاهم؟ اوامرك يا باشا وينفذ يا باشا. نيلة بشكلك. لا ده تغطس ما تقل، والاوتوبيس بتاعك يقف. يا رب اوتوبيسك يقف. أنا بريئة، أنا بزلومة، أنا تلعب فيا. يلا مرتي ويا نزول على السرايق. يلا مش عارف اجيش اقدر ضرب الزبزب. ما قلتليش انت عايز النمره دي في ايه؟ مش احنا خلصنا من الموضوع ده بقى وردمنا عليه؟ الله جرى يا عمنا، انت هتقضيها تلميذ على طول؟ لا الله يصلح حالك، فكر شويه. هو مش برضو جايز يحصل في الامور امور؟ ساعتها بقى لو انت قدرت توصل للمحامي بتاعها ده ممكن نحطه تحت بطن. برضو مش فاهم. افهمها لك. حسب تقسيمات استاذنا هتلر، الناس اللي عايشين وخلاص زي الست قطاطة دول تلاقي روحها في ايدين المحامي بتاعها. ليه؟ عشان هم اصلا بيبقوا مش دريانين باي حاجه بتحصل حواليهم. ولو انت بقى سلكت نفسك مع المحامي بتاعها ساعتها يبقى انت مسكتها من زمارة رقبتها، وممكن بقى تزمر براحتك. لا امسك رقبتها انت وزمر فيها زي ما انت عايز. المهم انا عايز اتكلم معاك. لا استناني انت بس شويه. الو يا حبيبتي، معقول الغياب ده كله؟ مفيش حمل التقل ده كله. طب اكلمك بعدين. ماشي سلام. انت ازيك يا سمير؟ الحمد لله. ليلى انت هنا؟ طبعا هنا، لكن مش عايزه اعمل لكم ازعاج. انا رايحه عند ماما. عايز حاجه؟ لا يا حبيبتي مع الف سلامه. انت طيب؟ يلا باي سمير. سلام. امال انت كنت بتكلم مين يا شعبان؟ لا يا حبيبي دي خصوصيات، وكل واحد مننا له خصوصياته، وما ينفعش اي حد يتدخل في خصوصيات التاني. رايح فين؟ احنا لسه ما كملناش. طب خدني معاك، ارميني في السكه. بس اهو خد يلا بواحد.
على العموم حسابنا بعدين. ايام السجن طويله قوي يا هنوسه. عقمتي ايدك قبل ما تغرفيلي؟ يا اختي انت اللي كنتي فيها دي؟ انت مش شايفه نفسك يا بنيه؟ ده انا شفتك ربنا فتح بصيرتي وشفتك محشوره يعني قعدتك في الحمام. بجيب الاكل يا وليه. روح انت كمان يا اختي من بيت اهلك. ما يا اختي كوني عاوز الزم الاهلي. بقول لك ايه، لو ما تلمتيش والله العظيم بنيه كده اخشك اجيبك الارض ما تقومي ابدا. حموده ما انا ببصي، انا بصي يا حبيبتي ما بتكلمش مع واحده بترافق الرجاله وجايبهم معاها. يا نهارك اسود، رجالك ايه يا وليه؟ ما هو حقك جنبك اهو. انت مالك انت؟ مش انت اللي قاعد معاه؟ بقول لك ايه يا ولية، انت ابعدي عني وتلمي احسن ودين ربنا. لا بعزق بيكي الارض واخد فيكي تقبيده وانا مش فارقه معايا، انا كده كده جوه السجن. ماشي يا صلاح، حياة امك اللي ابلغ عنك الاداره. يختت ليه على عينك وامشي كده. ابراهيم ليه يا اختي؟ جرى ايه؟ ابراهيم ليه؟ ده باين عليك عايزه تضرب النهارده. لا يا ستي ماليش مزاج. اهلا يا ستي. ازيك يا حبايبي؟ اهلا يا ستي. اللي بزع عنها هم دول ولادي. تعالي رد. اسلمي. تعالي رد. هاتي يا ولية. اسلميلي يا حبيبتي. الله يخليك يا حبيبتي. ربنا ما يحرمني منك يا رب. يا ولية رد. يا اختي. يلا. يا اختي تسلم ايدك يا ست. عطا عطا. يا ولية رد اوعد. كفاية. يا ولية هنا اهو. مطرح ما يسري. يلا بقعد ايه؟ انت في لحمه؟ انا شايل لحمه تحت المرتبه. مصري؟ اسمعين اسمعين، ابوس ايدك اعمل اي حاجه. انت عارف ان انا ماليش غير لميس. انا مستعد اديها اكبر مستشفى للعلاج الخاص بيها هنا او بره، ما تفرقش معايا. المشكله مش في بره ولا جوه، المشكله في لميس. لميس رافضه تماما لاستجابة لأي شكل من أشكال العلاج المعروف في العالم كله. صدقني أنا مفيش في إيدي أي حاجة أعملها. والعمل يعني نعمل إيه؟ خرجها، خليها تشوف الناس وتختلط بيهم. أقول لك؟ آه. خدها معاك وأنت نازل الشغل. شغل؟ خدها معاك السجن؟ وهي أصلاً فين يا حصلة؟ ما هي في سجن. خدها خلاها تشوف الدنيا ولو حتى يوم الزيارة. قالوا مفيش حد هياخد باله انها تبعك وهي تبقى واحدة من ضمن الزوار في الهيصة. يعني تفتكر اعمل كده؟ ده انت تعمل كده وفورا كمان. وبعدين انا مش ساكت، انا استشرت بروفيسور ماجر كبير. اه مشهود له بالعبقرية في كل الأوساط العلمية. الحمد لله. وخصوصا الحالات النفسية النادرة اللي زي حالة لميس. بعد ما اطلع على كل التقارير عرض وجهة نظر. حلو. قال إيه بقى؟ اللي قلته لك. إملى دماغها حكايات وناس وحواديت. ما تخليش فيه مكان لذكرى حادثة والدها ومامتها اللي عرضتها للوحدة والانطواء وحرمتها انها تعيش الحياة الطبيعية وخلتها تعاني من صراع شرس بين عقلها الباطن وعقلها الظاهر. انت مش هتبطل تطلع عقدك دي عليا؟ ما تكلمني كلام افهمه واسمعيه. حاضر يا عبس، انا هستعوض ربنا في دقيقتين من عمري علشان انزل لمستواك الفكري واللغوي عشان ابسط المساله للقلقاسه اللي في دماغك. ما تتلم بقى. شوف يا عباس. اه. لميس رافضه تصدق ان باباها ومامتها ماتوا. وبتحاول بكل قوه انها تعيش اللحظه اللي قبل وفاتهم، فبتتعامل مع كل اللي حواليها على انهم عايشين وبيكلموها وبيوجهوها. يعني ده ببساطة هي عارفة بعقلها الظاهر إنهم ماتوا، وفي نفس الوقت متأكدة بعقلها الباطن إنهم عايشين. إحنا بقى عاوزين إيه يا عبس؟ مش عارف. عايزين عقلها الظاهر يسيطر على عقلها الباطن ويبقوا الاتنين متوافقين. نعمل ايه بقى؟ اه نعيشها في زمن ثالث
زمن بعيدا عن عقلها الباطن وعقلها الظاهر، نعيشها في واقع لذيذ سحري، نحكي لها حكايات، نفرجها على افلام كرتون، المهم انها تستجيب. وبعدين انا ما عدتش عارف اتصرف، بنت كده بتروح مني. خليها تشوف الدنيا ولو حتى يوم الزيارة. هي فرصة، ده يوم الزيارة بكرة. خليني ماشي ورا كلامك يا اسماعيل، اما اشوف اخرتها ايه. جدو، هو انت مش قلت لي قبل كده ان السجن ده مليان ناس مش كويسه ومجرمين؟ طيب انا اخاف اروح معاك بصراحه. مش عيب تخافي وانت رايح مع جدو عباس الناري؟ عبيطه ولا ايه؟ جدو، هو انت عايز مني انت والدكتور اسماعيل بتاعك ده؟ انت عارف رايي في الدكتور اسماعيل ده حمار، ولا دكتور؟ انا ده حاجة كده جت في دماغي عايز اعملها. يعني انت مش كنت عنده دلوقتي؟ كنت بخيبة كنت عندي، بس انا قعدت افكر. حبيبتي انا عايزك تخرجي كده وتشوفي ناس غير الناس. طيب تفتكر ماما توافق ان انا اجي معاك السجن؟ طبعا انا هكلمها وخليها توافق، وبعدين ده انا ابوها لازم توافق طبعا. ماشي، قول لها ولو وافقت ساعتها ممكن اجي معاك. اتفقنا. تصبح على خير. ايه ده ايه ده ايه ده؟ انت بتعملي ايه؟ قلت لك 100 مره ما حدش يدخل اوضتي. ماشي بس الاوضه معفنه، معلش يا امي برتبها. ومين قالك ان انا عايزاها مترتبه؟ انا بحبها كده معفنه، بحبها مزبله. انا حر اطلعي بره. ماشي يا امي، حاضر بره. حاضر. ايه ده؟ ايه القرف ده؟ عواطف! مريم، ايه ده؟ عفانه اعملها روح في ثانيه. حاضر. في ثانيه الاقيها نظيفه. عينيا يم. فين بابي ومامي ما شفتهمش النهارده ليه؟ هتشوفيهم. حاضر جايين. الله يرحمهم. بقى اسمع معاك مزيكا هتعجبك جدا. شوفي ايوه. الو، ليه كده؟ دكتور، يا دكتور اسماعيل. ايه؟ هو لميس فين؟ الله، هو انت كل شويه تقعد تقول لي لميس فين؟ لميس فين؟ ما هي قدام عينيك اهي، هتروح فين اهي؟ خلاص خلاص خلاص، شفتها؟ شايف السعاده اللي في عينيها؟ شايف التغييرات اللي بتحصل لها؟ عشان ما تبقاش تقوحني تاني وتعمل اي حاجه اقول لك عليها، سامع؟ لازم تفهم انك بره الميري ابيض يا ورد. مضطر اوافق ان انت دكتور مؤقت لغايه ما اشوف ايه اللي هيحصل مع لميس. برضه مفيش فايده؟ ارد عليك اقول لك ايه؟
جاهل. انت عارف ان انا ممكن احبسك هنا ما اخرجكش خالص. عارف. اخرس خالص. حاضر. معقولة يا خالي؟ انا هنت على امي قوي كده للدرجه دي؟ ده حتى ما جاش في دماغها تيجي تزورني. ده انا بنتها الوحيده. معلش يا بنتي، امك مش في دماغها غير العريس وبس. وعلى فكره هي مش مصدقه انها هياخد اللي وراها واللي قدامها ويفلسعها. عارفه يا خالي عارفه. زادت معرفه، ربنا يفك ديتك يا بنتي وهانت ليكي ان شاء الله. انا قطع لسان اللي يجيب سيرتي بكلمة. يا سلام، لو انا يا اختي كنت دخلت السجن في قضية مخلل الشرف ولا ايه؟ طيب كلها كام سنة كده وخرج لهم، وقطع لسان أي واحدة من النسوان الفاضية دول. هما نسوا أنا مين؟ ده أنا قاطع يا حبيبتي، قاطع والأجر على الله. قولي يا واد، قولي يا بنت. وبعدين حصل ايه؟ قولي. أنا مش عارفة مال الدنيا بقت وحشة كده ليه؟ ومالها بقت مليانه ناس ولاد حرام ومفتريه. يا بنت استعوضي ربنا، اللي الحق عنده ما بيضيعش. بقول لك ايه يابا، انا مش ملاك، عليا النعمه. انا يوم ما هطلع من هنا لا لازم اخد حقي تالت ومتلت ان شاء الله بالقتل. ما انا ما عادتش فارقه معايا اي حاجه. ربنا يصبرك ويعوض عليك ويفك ضيقتك. انت قولي ازيك يا بنت؟ كله على الله يا رب. فين أيام اسكندرية وبحر اسكندرية والدورة بتاع اسكندرية والغطس والعوم والبطاطس؟ وانتي من اسكندرية يا ستة قطاطة؟ ناري يا بنتي، وانا شفتها قبل كده. مالك يا بنتي ويا بنتي مالك كده مالك؟ صعبان عليا يا ستة قطاطة، الراجل الخسيس اللي اترميت هنا علشانه ما عبرنيش ولا جاي ولا زيارة. يا اختي معلش بقى، نصيب. نصيب ايه؟ ده انا كان نصيبي زي الفل، راجل مقرش طول بعرض وايده فرته، وكان هيعيشني في نعيم. انا اللي اتنمرت ورحت للكلب برجليا. ايوه يا اختي، والكلب ما بياخدش الا كلبه. اخصى عليك يا ست قطاطه، انا كلبه برضو. يا اختي انت تولد من كلبه؟ على الاقل الكلمه موجوده في قلب البيت واصحاب البيت بياكلوها وبيشربوها احسن من البني ادمين. وبعدين يا بنتي يا عبيطه، ده انا بفك معاكي. او انت بفك معاكي. ماشي. انت عارف حكايتك دي يا بنت؟ فكرتني بحكايه وانا رجعت السينه. دي حكايتي دي يا ست قطاطه. حكايه؟ حكايه الهدم، حكايه اللمبي والنصيب. اللمبي والنصيب؟ ايوه. طب بقول لك ايه؟ ايوه. قطعت. نعم. ما تيجي كده بدل ما احنا قاعدين كأني انا جايه لك زياره وانت جايه لي زياره وتحكيها لي. طب ولعيني سيجاره. ما تيجي بنت سيجاره، ما تجيبيش ماكينه فين الكبريت. استني. نعم. خدي. ما عايزك بقى. فين؟ اهي. انت مديالي اتنين ليه؟ يا ستي واحده. دي واحده؟ ايوه. خدي يلا. طب اخد انهي فيهم؟ خدي دي نخلص. قدام. ايوه. كملي لي بقى. ايوه. وايه الحكايه بقى؟ ادي كده اهو. ايوه. يخش على الريع، اللبن بيخش على الريع على طول. يبقى الدين. اديكي خمسه. صل على النبي. عليه الصلاه والسلام. كان يا مكان يا سعد يا اكرام، كان فيه ولد اسمه اللمبي وابوه هريسة بن المهروس. وهريسة بن المهروس ده كان سليف بيستلف، ما كانش مخبي كائن من مكان الا مستلف منه، تقيل وخفيف كويس، والكل كان بيطمعه ويديله. ليه؟ على حس الكنز اللي هيجيله. من مين؟ من مين؟ كنز العيلة، عيلة ابو هريسة المهروس. اه. وبعدين؟ بس يا ستي، ست قطعتك
ستة قطعتها. أزمة، أنت مين يا بنت؟ أنا إخلاص. أزمة يا إخلاص أزمة. وبعدين؟ بعدين إيه؟ في الحكاية. حكاية يا بنت يا موقوتة. حكاية اللمبي والنصيب. اللمبي. يا حبيبي اللمبي أهو. وقف هو على البتاع أهو بيطرطش. بابو جوه يقول اللمبي وهو جاي على الباب يقول أبويا أبويا. ست قطعتها. ست قطعتها. أيوة أيوة. أنت مين يا بنت؟ أنا إخلاص. أيوة. معقول يا لميز خططيني عليك كنت فين؟ ما تخافش عليها يا باش ما انا معاها اختنا هيل. مين الست دي يا جدو؟ تعالي يا حبيبتي انا هقولك تعالي. مين البنت دي يا بنت؟ بنتك؟ بنتي ايه؟ ما تجيني بنتك؟ مين دي اللي قاعده دي؟ انت عايزه دي ولا دي؟ هي دي اللي قاعده مين؟ دي قاعده هنا. البنت دي بس دي؟ لا يا صحفيه يا اختي ولا حاجه. ايوه صحفيه. احنا بقينا فرجه. ما بنبي يا اختي عندك حاجه بقينا فرجه. ده شوية هيجيبوا لنا زولاي ولبوا ويرموه علينا واحنا قاعدين. يا ريحة ويا مية. لمصي. ايه ده؟ سمعينا مزيكا؟ حبيبة قلبي. حبيبة قلبي جدو ايه المزيكا الأمراية دي؟ أنا آسف يا رامي ما كانش صح أعمل كده. أنا اللي آسف يا ميدو خد راحتك. أنا اللي مشاعري انتصرت على وشي. أصل المسرحية دي بتقلب عليا المواجع. أنا وهو وهي. دي قصة حياتي. كنت أنا وهو وهي. بقى هو وهي وأنا الواحدة مين. شوف حاجتين بيأثروا في حياتي وأنت عارف. أستاذ مليجي وهم بيسحلوا وشه وبيتاكل في الغيطان. نجم بالقدر ده يسحلوا وشه. ما نجيبه دوبلير يا أخي. والاستاذه ضحايا كاريوكا في فيلم خلي بالك من زوزو لما لفوا حواليها وقعدوا يقولوا لها ادخلي نفسي اللو وراحت استاذه سعاد حسني دخلت مكانها ورقصت مكانها بيصعب عليا نفسي قوي بكره تتعدل يا ابو الروم ابو الروم عشان حكيت لك مشاعري تقول لي يا ابو الروم وتتعدل منين يعني البدلتين اللي جبتهم ما دفعتش تمن والراجل اللي عمل لي فورمه في شعري كل ما في الرايحه والجايه يقول لي يا استاذ المحامي ويعمل لي كده بيلمح لايه؟ بيلمح لايه؟ ده غير اللي حصل معاه في المحكمة وديك عارف قضاء بمستشارين بجمهور الجلسة كلهم ضدي حتى المتهمة مش مقتنع ان انا محامي ولا مقتنع انها بريئة بقيت صيدلي واقف في المحكمة شفت ظلم اكتر من كده خلاص ما انت ممكن تعرض عليا ورق القضية وانا اقول لك تعمل ايه بالظبط اعرض عليك ورق القضية اسكت يا ميجو والنبي عشان انا كده هتدمر الرقم اللي مش مسايل الو الو الاستاذ رامي المحامي ايوه استاذ رامي المحامي مين معايا انا عمك صالح عمي صالح النمره غلط اصبر عليا يا استاذ رامي انا عندي معلومات خطيره هتقلب القضيه وهتكشف الفاعل الحقيقي وتبرئ الست قطاطه المسكينه طب يا عم صالح بيه انا اسف جدا معلش كنت بحسبك واحد تاني لو حضرتك بقى تحدد امتى ممكن نتقابل عشان تديني المعلومات الرهيبة دي بأمر المولى أول ما أوصل للمعلومات دي حدها لك فورا ونعم بالله يا عم صالح يحييك ويحيينا ربنا أقول لك اقفل في وشي يا عم صالح خير يا ابني اسمعني بس أنا عايز أقول لك اقفل أنا في وشك لا حول ولا قوة إلا بالله انت بتقول لي يا اسماعيل هو انا اللي بقول انت اللي بتقول انت مش قلت ان لميس بعد ما رجعت من الزياره وهي دوشاك بكلامها عن قطاطه مش دوشاني وبس ده عايز اكسر اللوائح والقوانين واعمل الزياره كل يوم مش كل اسبوع بقول لك ايه يا عباس ها ما تجيب الوليه دي عندها اجيب مين عند مين تجيب قطاطة للميس في البيت انت اتجننت انت اللي تبقى مجنون لو ما عملتش كده قطاطة نجحت في اللي احنا فشلنا فيه لميس بدأت تتشد العالم تاني وناس تانية يعني لا طب ولا علم قدر يعمل اللي عملته قطاطة
بس انا مستحيل اعمل كده. انت حر، بس مفيش قدامك غير حلين اتنين ملهمش تالت، يا جيب قطاطا للميس يا لميس تروح لقطاطا. ايه الحلين المهببين دول؟ طب لميس تروح لقطاطا تعمل ايه؟ عشان تقعد معاه، انا مش عايز اكتر من كده. يعني اعمل ازاي؟ اقطع لها تذكرة مرافق؟ لا، تتحبس معاه. تتحبس مع مين؟ تتحبس معاه لحد ما تخف. والنبي انت اللي على خف. شو بقى عباس، بصراحة بقى أنا قلت لك رأيي، ولو جيت لي تاني 100 مرة بعد كده هسمعك نفس الكلام، يا تجيب قطاطا لميس يا لميس تروح لقطاطا. ثابت من التحقيقات وإفادات الضحايا أن المتهمة كانت تسيطر على عقولهم بكلامها المعسول، وأنها تمتلك قدرة عجيبة على الإيهام الذي يصل إلى حد سلب الإرادة، وكأن فريستها قد وقعت تحت تأثير التنويم المغناطيسي فتفعل ما تأمره به مهما كان. يجيب قطاطا لميس يا لميس تروح لقطاطا. لا والنبي يا جدو، لا والنبي. عدى بس. والنبي يا جدو، لا. والنبي يا جدو، لا. والنبي يا جدو، جدو. 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 لا 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 ما فيش حاجة يا حبيبتي، ما فيش حاجة، ما فيش حاجة. طب ممكن بقى تفوق كده وتصحصح عشان نروح السجن؟ نروح فين؟ السجن. لا بلاش بلاش السجن ده، مش عايزين السجن. أنا محضر لك حتة مفاجأة، إنما إيه بقى؟ مفاجأة مفاجأة مفاجأة. اقفلي يا ام شاهين. حاضر يا ريس. ام شاهين. افندم يا ريس. انا عايزك كده مصحصحه طول الليل، ما تناميش زي عوايدك. انا يا ريس. وحش يا ام شاهين. عيني يا ريس. ده مين ده بقى اللي هيتصل بينا دلوقتي في الليل ده؟ صوت الباشا المأمون. ايوه يا باشا. ايوه بكير. خدامك يا باشا، امرني يا باشا. اسمعني وركز معايا كويس قوي، لان اللي هقولهولك ده لولا ان انا واثق فيك ثقه عمياء ما كانش ممكن اقولك. ده انا عناية يا باشا، ده انت لو طلبت روحي يا باشا بذاته برضه هديها لك، وهبقى انا يا باشا مديهول لك يا باشا. بكير احنا عندنا زنزانه انفرادي فاضيه صح؟ يا سوادي، ده لو ما عندناش يا باشا نبني لك في الحال يا باشا، بس احنا عندنا ان شاء الله. انا عايزك تفضها لي وتسمع اللي هقولهولك بالظبط. أعوذ بالله من الخبث والخبائث. قطاطا هات الكرسي. ده باشا الكرسي موجود. اتفضل. أعوذ بالله، أعوذ بالله، أعوذ بالله من خبث الله. يا قطاطا، قطاطا لازم. مين؟ السيد حكم دار دير النحاس؟ حكم دار إيه؟ حكم دار العاصمة؟ ازيك يا قطاطا؟ ازيك يا استاذ باشا؟ شوف يا استاذ قطاطا، انا عايزك في موضوع يعني شخصي كده. شخصي؟ بالليل؟
لا انت فهماني غلط قوي. انت فهمني غلط. انا عايزك في خدمه. من اللي عارف الخدمه دي؟ اللي عارف انا اللي هو تقعدي تعليلي المكتب ونضفيه صح؟ وبعد كده خدي تعليلي على البيت، روح لك على البيت، ودي بنتي عطاطا وخش هات السجاير من اوضه النوم وهوب وعطي لهم يا عم اسعد البيت. طب بيشوف اللي انت عايزه؟ عايز ايه وانا اجي لايه؟ ما سمعنا بقول ايه؟ اتفضل. انا هساعدك في اثبات براءتك بس بشرط. اتفضل. ده مقابل. انا عايزك تجي لي البيت بالليل لوحدك كل ليله ابتداء من الليله دي. طب قول لي انت بقى فين بقى؟ قول لي كده فين سلامتي الليله بقى في الكلام اللي انت بتقوله ده؟ لا لا انا بنت ناس بس الناس سابوني ومشيوا. حقهم بيسيبوك ويمشوا. حرام عليك يا راجل يا راجل. اسمعي الباشا هيقول لك ايه؟ انت بتتكلم ازاي وانت واقف وانت قاعد هنا؟ ازاي انت طالع من بدورين؟ لا بروحين. والنبي هصوت والنبي الناس عليا واقول ان انتوا بتتناوبوا عليا. بن ايه؟ بتتناوبوا. اسكت يا ولية. نتناوب ايه عليك وطنت ايه؟ ده ايه السواد ده؟ اسمعي الباشا وخلصي. شوف يا استقطاطة، حفيدتي شافت امها وابوها وهما بيموتوا قدام عينيها فتعبت نفسيا يعني. ما تقول ازاي بقى؟ انا هقول لك اهو. ايوه بس اللي انا بقوله لك ده قطعت عشان خاطري. ده سر. توعديني انه ما يطلعش من بوقك خالص خصوصا الملابس. برمس. عشان خاطري. برمس. خدوها وراحوا نمت الحيوانات. ايوه وهي صغيره كده المهم. ايوه صممت ان هي تصورهم في بيت الفيل. بركة الفيل؟ راح تصوروا في بركة الفيل؟ بركة الفيل ايه؟ بيت الفيل اللي في جنينة الحيوانات. هو في بركة الفيل في جنينة الحيوانات؟ لا في بيت للفيل في جنينة الحيوانات. ماشي. وهي بتصورهم والفيل وراهم. قدر ربنا بيتهيألي يا قطاطة. الفيل مات؟ الفيل هاج فجأة وقعد يدوس فيهم برجليه يدوس فيهم برجليه ماتوا ماتوا قدام عينيها. ابدا عليك يا حبيبتي. وهي ماتت هي وابنها وامها؟ ماتت ايه؟ امال انت هتيجي تحلميه؟ هحلميه فين؟ اسمعيني يا قطاطه بس وركزي معايا. الدكتور اسماعيل بيقول الامل الوحيد. الدكتور ايه؟ الدكتور اسماعيل. ايوه. بيقول ان يعني الامل الوحيد ان انت تحكي لها حكايات اللي انت بتقوليها الجميله اللي هي سمعتها يوم الزياره. وانت بالصلاه على النبي، ربنا خد منك كل حاجه واداك الخير. فهماني؟ مالكوا انتوا الاثنين بقى؟ ايوه. انا اعرف كل الزهر مصاحبه كل العفاريت اللي موجوده في البلد. هتحل المشكله دي. زهر ايه بس وبتاع ايه؟ انا عايزك تحكي لها الحواديت اللي حكيتها لها في الزياره دي. نفسي نفسي اشوف ابتسامتها ترجع تاني وانا مستعد اساعدك. ايوه ابتسامتها؟ ما انا ليك عليا بقى. بص خليها تفسخ دمها كده طول اليوم في عم البيت. ها؟ وتحس كده ان اختها بقت موجوده معاها. يعني موافقه؟ موافقه طبعا بس ايه مقابل؟ ما انا قلت لك هثبت لك براءتك. ماشي. وعايزه ايه تاني؟ وعايزه فساتين. ايه؟ فساتين. هجيب لك فساتين. وبطاطس. فساتين وبطاطس؟ احب ابس الفستان واروح على واخد البطاطس. انا موافق على كل اللي بتقوليه بس افهمي الكلام اللي احنا بنقوله ده لو اي مسجونه عرفته في السجن ده عارفه هيعمل فيكي ايه؟ ايوه هتاخد البطاطس. بكره انا عايزك يا قطاطه تعملي اي مشكله مع اي مسجونه من المساجين. ايوه كده وكده يعني. ايوه كده وكده. كنت وفاش. كنت وفات يعني ايه؟ كنت وفاش ليه كده وكده؟ ارحميني اعملي اللي بقولك عليه وانت ساكته. ماشي كنت وفاش. وانت كل شويه تحطي من الكالونيا. القناع محسور. ما تخليكي حلوه يا اختي. هنطيها. صاحبتك تاكليني. حقك عليها. البنت الزياره الجايه هقول لها تجيب لك ازازه. انت فين؟
ماشي حسب الخطة نجم. لا استنى شوية. استنى. ده تموت حد؟ افتحوا. افتحوا ليه؟ طبعاً قطعت. امال هيحصل ايه؟ لازم يبقى فيه كده. اخرسي خالص. ما دام قطعت موجوده يبقى فيه مشاكل. بس يا بكير. ايوه بس خدها على الحبس الانفرادي، مش عايزه تشوف النور ولا الشمس خالص. يلا قلت يلا. ده ما بقى السجن من ساعه ما جيت، ده بقى سرقه. اسكت. اضرب قدامي. يلا يا بريئة. بس في ايه؟ يلا بقى يا فكير. ايوه باشا هنعيد تاني. يا حمار. يلا بقى. يلا يلا كل واحدة على سريرها. في ايه؟ قلة الأدب دي. يا يا عمي خوتشي كانت حلوة دي. حلوة؟ حلوة؟ حلوة وأي حلاوة. ده أنت كنت قمة الواقعية. ده أنت تغطيهم حلبة سلك واتنصب. شفتي أنت عندي حلقة كده بتجمع مسج؟ تفعم عنبال إيه ولا فتح حمامي؟ مالوة ده إيه؟ رسول بكير. أيوة باش جاي. ده كله جايبين لك يا تاتا يستفردوا بيكي. بس انا مش جاهزه. ما ترى هيعملوا فيك ايه يا تاتا؟ اسكت يا مسجون. ما انت عمال واخدني على فين؟ ما تخرس يا ولي. ايوه اهو. استني هنا. ايه ده؟ ابعت اجيب لك لابوني انت وحماده؟ يلا روح شوف على شغلك في العنابه. حاضر يا سربكي. حماده علمس شويه شاي طوال عشان دماغه وجعان. انا عايز زر درع. سيب اللبن يا بابا. عايز زر درع. اسكت يا بوزه. ابوزه تعالى. معلش هتركبها بس في شنطه الهربيه. ايوه انا عارفه مع عباس عندي ريزنت. هتعرفني؟ لا اول ما تعرفني. هتعرفوني انت؟ مش على الغرابه. هو عباس عندي هتاخد حاجه هتعرفني. اسكت يا وليه هتحبسيني. اركب يلا. اركب ريزنت برا. ايوه. ما اركب هنا. كامل. انا عارفه كل حاجه في السجن. نطي. السجن من فوق. نطي. اهو كلها يا العوي. بعد كده. بعد كده اهو. استنى. خالد ماخد. روح انت. انا رايح لعباس ماشي يعزمني على كابتشينو. روح انت. ست قطاطة انت يا ولية. انت يا ولية اتكلمتي؟ لا يخرب بيتك. ايه؟ انت يا واد جايب خروف على البسانتا؟ ما هو برضه نمت وقعدت تشخر رغم المطبات اللي معلش دواء. انت مش قلت لي 3 بكر وخلاص؟ معلش دواء امنيه عشان ما حدش يشوفني. امنيه ايوه. كده برضه انت تضربني. ما تضربش. اضربي براحتك. انزلي بقى. انزلي. وريني. ها؟ تعال. ابعد اتسلح ولا حاجة. ما تتسلحش. هو حد شايفني؟ ما تتسربني بقى. طيب يلا. اتسلح. بسم الله الرحمن الرحيم. اتسلح. اللهم بسم الله. يا نهار اسمه. يلا ايوه اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. انت فين؟ انا هو راك. انا هو معلش بتاخر. اوعى تعمل كده. مش هعمل كده. يلا خش هتفتحني. يلا خش. انت بتعمل افتر كام عربيتها البصراوي؟ ما تنزل يا بلوزه من هناك. ايوه افري الربع. طيب خش افري الربع. يا نهار اسود. يا نهار اسود. تعال قوم. قوم.
عرفت تعمل كده؟ يعني ايه ازاي عرفت؟ انا جده، انت مستقليه بيا ولا ايه؟ يعني انت متاكد ان قطاطه جايه هنا بنفسها؟ بعدين هو انت كده مش بتتسطر على مسجونه يا جده؟ ايوه وديني في داهيه، علي صوتك علي صوتك وديني، ده سر المفروض محدش يعرفه. ماشي ماشي عادي ما تخافش، على فكره بابي ومامي هيتبسطوا قوي لما يعرفوا ان قطاطه جايه هنا. ومين اللي هيقول لهم بس يا حبيبتي؟ ما احنا ده سر مش هنقول لحد. ها خلاص يا جد قلت لك ما تخافش. دينا وصلنا فين؟ انزلي. وانت جاي معايا؟ ايه ايه وهوصلك وهامشي. ايه ده هو انت من اللي بيوصلوا الحريم للظباط؟ ايه؟ حريم ايه وظباط ايه؟ احترم نفسك، انا البودي جارد بتاعك. البودي جارد؟ ايه الحارس بتاعك. خد شهاده الراجل مستنيني جوه. يا ده راسي؟ ايه؟ طب مش هتيجي تتفرج؟ اتفرج على ايه وليه؟ عارفه؟ عارفه انا اللي مصبرنا عليكي ان انت شبه امي. لولا كده كنت فرتكتك. خش قدام، خش انا اتفرج. ده خش يا اخت. الف كده ولا الف؟ لا اخو انا الباب اهو تلفك، انا اهو اكون اهو. يلا ده ايه النصيبه دي؟ اطلع اطلع يا مش هتيجي تتفرج؟ اتفرج عليا يا ست. مش عايزني ساعه يا ابني. يا سيدي بابا شمال عباس. يا عباس ايوه ايوه معايا يا دادا. انت لوحدك؟ نعم. انت لوحدك؟ وايه اللي لوحدك؟ لا طب لوحدك؟ معايا لميس وعواطف وبعدين بكير اهو. ايه؟ انت بكير؟ ايه يا باشا؟ انت تروح دلوقتي اللي قلت لك عليه يتعامل هناك في سجن واحد واحد. ايه ده؟ عليهم زي ما قلت لك بالظبط. حبيبي يا باشا حبيبي. يلا. اللي اتقدر. وانت يا دادا انا. سلام قول للرب الرحيم. دادا. قطاطة عواطف يا راجل اتهد بقى. هو انت ما بتهم عواطف؟ يا باش وانت ما شفتش دي؟ شفتش ايه؟ مش ما شفتهاش يعني. هي مين اللي شفتها؟ مالكيش دعوة، فوقي كده وحصليني. عاوزك يلا احصلك. حاضر يا باش. حاضر حاضر يا باشا. مريني وزنك كده؟ ايوه. طب قوم نقف فيه. خليك كده. مريني وزنك تاني. ايوه افتكرتك. انت 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 تتزوجي مني من الاول ولا ايه؟ ما تبطلي ملوحه بقى. ملوحه؟ ليه؟ وانا في بيني وبينك حاجه يا عمر؟ عمر؟ ايوه انا عمر. انا بتبهدل بسبب الكتير قوي يا بنتي. جرى ايه يا جدو؟ انت بتعملها كده ليه اصلا؟ انا عارفه يا حبيبتي، ما حسيت ان انا رميت له الايد في قلب البيت وجاي اقعد عند امي. لو ماما عرفت انك بتعملها كده هتتضايق منك قوي. انا ما اقدرش طبعا ازعل ماما خالص. ماما انت اللي قلت ان امها اتعجنت تحت البيت. خلاص مبطلة. خلاص خلاص. ها تشربي ايه يا قطاطه هانم؟ اشرب فرخه. نعم فرخه فرخه. يا عواطف عواطف. ايوه هزار بيعمل ليه كده كده؟ ايوه يا عم. حر اسود خشيه. هي بنيه مالك تاني خبطت في حيطه. النسوان دي مين دي؟ مين دي؟ هي دي بيت الدليفري؟ اه. بعتلي معاكي فرخه مشويه؟ اه. ماشي؟ اه. انت البنت دي على فكره شكلها حراميه غسيل. جرايه يا ولادي حراميه ايه؟ يلا يا عواطف انجزي يلا. بصي بقى. وقت لي روحك ايه بقى تاني؟ خلاص. بتعطس؟ مشيت. مشيت. مين دي اللي مشيت؟ مشيت عواطف يلا. عواطف مين؟ قطاطة. ممكن تركزي معايا؟ ماشي. فاكرة يا قطاطة الحدوتة اللي أنت كنت بتحكيها عن الليمبي؟ الحدوتة دي أنت عشتيها بجد ولا أنت بتألفي من دماغك؟ أنا مش عارف أنت عايزة إيه. بسألك عن الليمبي. الليمبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا ليمبي. يا ترى أنت جعان ولا عطشان؟ منفوخ ولا مظلوم؟ وبعدين معاك؟ قسما عظما لو ما اتكلمت انا ارجعك السجن تاني. جدو ايه؟ خليني احكي. يلا احكي.
طب ما احنا انت قاعد معانا؟ ايوه قاعد معاك. ما احنا النحي؟ ايوه. عايز بقى طب عايز النحي احنا الاثنين عندنا حاجه في النسوان. نعم؟ عندنا حاجه في النسوان وعايزين نتكلم فيها. وبعدين معاك يا ست انت بتحكي وتخلصينا. حاضر. يلا. يلا عليه الصلاه والسلام. اللمبي بعد ما نزل في وسط الشارع عند الناس في قلب الغبازار في الوسط الغار وراح طالع من اللي عايز يسلم وراح طالع من هنا وهو بعيد عليه قال له اوعى عندك اقف هم ويحسن يا نهار ابيض يا نهار ابيض يا نهار ابيض عباس بيه عباس بيه ايوه انا عباس بيه مين؟ أنا عواطف عواطف؟ خليني نام عواطف بصحيني على المغرب عشان حصل العشاء مغرب إيه وعشاء إيه ده إحنا بقينا الفجر واللي اسمها قطاطة هنا لسه ما مشيتش قرب الدم يا نهار أسود وبكير الزفت ده فين؟ ده باقي خمس دقايق على التمام بتاع السجن ما تقلقش إهدى حضرتك وأنا هخلي لك كل حاجة تانية اصحي يا أختي سمعي كده يا عازب يلا يلا حضرين الفطار بريكفاست والكونتيننتال كونتيننتال كنت يا ريتني ما شفتك كان يوم اسود يوم ما شفتك عادي يا بس بقى بس بقى البنت نايمة البنت دي حاطين على خير انا كده قومي بقى خلصيني لا معانا مع بص بقى انا لسه صاحي من النوم وما قدرتش اتحرك لما اخد الاول الدش دش ده انت ابوك عمره ما شاف الدش الا في الطاوله انت انا نهر انت نعم بيقول لك مره بحس يعني بس بقى ونعم اعرف ان جدك لطيف مش تشوف البلوة اللي انت بلدت بيها دي وبعدين التمام كل يوم خمسة ونص الصبح خمسة بالظبط تبقي تحت هنا وانت اول ما سمعت كلاكس انزليلو على طول كدحس مين ما نرسل اجابة تديمة للعربية انا نسيت الموضوع ده من الاجابة الانجليز انجليز ايوه بكير تمام يا باشا قولي ما باشا يلا يا قطاطة عشان نلحق السجن يلا بينا يلا بينا والنبي مالي بتعتقى مننا غير لما اكون مربى بالقشطة مربى ايه انا هكشف لك عشان يلا بينا كده بص وانا بخرج من القلعة دي لما اكون مربى بالقشطة خلص يا بكير حيوة يا باشا في كده وراح فين يا بني يا بكير فين مربى بالقشطة الكوتش اللي نزل بيجيبها من شبه دويسك ده يا عباس برحب بكم مشاهدينا الكرام وهذه الحلقة الجديدة من داخل سجن الأناضر يسعدنا النهاردة ان احنا نلتقي بشخصية هامة جدا في امننا الوقت برحب بيك سيادة اللواء اهلا وسهلا سادة المشاهدين بس اسمي اللواء عباس الماري مدير سجن الأناضر لان سجن الأناضر فيه رجال ونساء انا مدير سجن الأناضر كله طيب حضرتك شرفتنا واحنا بنعتذر في البدايه عايزين نوضح للساده المشاهدين ايه اهميه السجون في تاهيل المسجونين هو هم نوعين نوع بيحس ان اللي عمله ده كان لازم يعمله ونوع بيبقى نادم على اللي عمله وعايز يصلح الاثنين محتاجين تاهيل يعني مثلا ايوه مين حضرتك في تليفونات في السجن للمسجونين يا بابا يا قطاطة ايوه يا بابا يا قطاطة ايوه التليفون اللي معاك ده مفيش حاجه مضحكه عليكم هو عايز يتعرفوا على يوتيوب بيعلمنا ان احنا نهزر كده معاه هو يعني ست اللواء حضرتك مش دي قطاطة صاحبة القضية المشهورة اللي أثارت جدل كبير في الإعلام؟ مش مهم تبقى مشهورة أو أثارت جدل بتقضي العقوبة بتاعتها في السجن أيوه بس أنت عارفة إن هو بيعاملنا حلو أوي والله وجايب لنا مراتب جديدة وجايب لنا ملايات سرير وترابيزات من الأول بس هو لسه مفيش بلاي ستيشن نعم نعم مفيش بلاي ستيشن واحنا أنت عارفة احنا بنفكر من كتر حبنا فيه إنه يشرشحوا في الرئاسة إيه؟ مفرشحوا في الرئاسة خلاص يا قطار نموسة نموسة سيادة اللواء يا خدامة يا بنتي يا خدامة سيادة اللواء احنا هنستكمل مع حضرتك كلامنا عن السجن بتفضل. والدور الهام اللي بيقدمه مع المساجين عباس ما تقولش
أقول إيه؟ قول إنك بعد العذاب اللي شفناه في التدوير على علاج لميس جيت في أول جلسة علاج ونمت. كنت تعبان أوي. إزاي يا راجل تقدر تغفل وتنام وإنت عارف إن جوه بيتك مجرمة محكوم عليها بالسجن؟ مش إنت اللي شرطة عليا بكده؟ شرطي ليه هو شرطة؟ مش نجار مسلح. حلو، قاعد بقى إيه؟ عشان إنت نهارك طين النهارده الظاهر. إحساس غريب أول مرة أحس بيه وأنا بكسر مكتب إسماعيل المرة دي. لأن بصراحة هو عنده حق. الله، ليه ما تكونش قطاطة دي جاية هنا البيت مثلا عشان تسرق وأنا إزاي أعمل لها؟ ده في حاجة كمان قال لي عليها ممكن تبقى أخطر من كده بكتير خالص. ممكن تكون مثلا هتخطف لميس وتطالب بفدية. يابا يابا عيد الشر عليها، ربنا يبعد عنها أولاد الحرام يا رب. اسمعني بقوله لك، اللي أنا قلته لك تخلي بالك منه حتة بحتة. لو لاحظت أي حاجة أيا كان إن شاء الله تكون حاجة هايفة برضه تيجي تقوليها لي، فاهمة؟ أنت يا ريس خلصت شغلك ولا لسه؟ تمام يا باشا. ها؟ يعني الأوضة اللي أنا قلت لك عليها هي دي أهم حاجة مركز معاها؟ حصل يا باشا، تحب سيادتك تعمل تيست؟ أنا هعمل تيست على أوضة أوضة. الله، طب أنا هستنى عليك لحد إمتى؟ ما هو كل يوم بيعدي الفلوس دي قيمتها بتقل. أنت جايب لي قهوة إيه دي؟ روح اعمل لي كاس وتعالى. خلص. حاضر يا بيه، حاضر. لعلمك بقى العملية دي هتخسر معايا. ده أنا لو كنت شغلتهم في شحنة لعب أطفال جاية من الصين كانوا جابوا حسناتهم. ماشي يا عم، هستنى عليك مش أسبوع، لا من عندي 10 أيام. ماشي، سلام. عليه العوض ومنه العوض. أهلا يا حبيبي. اتفضل يا حبيبتي. ايه ده؟ الله، وباين عليه غالي قوي. مفيش حاجة تغلى على مراتي حبيبتي. مرسي مرسي يا حبيبي. الدبان في الدنيا. اقول لك انا، شوفي اهل اللي جد علينا جه وجاب لنا الدبان معاه. يا مازن مش هرد عليك يا بيئه. تيجوا نلعب افلام، انا بحبها قوي، انا بحب الافلام. ماشي نلعب افلام يا قطاط. نلعب افلام ايه؟ يعني نمثل فيلم وحد يجاوب، فهمتي؟ بسمع سيما يقعد 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 في السيما بالليل. من حلاوتك قوي هينزلوكي في السيما في الصيف. يا بنت سعيده، هو انا قلت لك حاجه؟ انت يا بنت المرض اللي يا بنت. طب ممكن تسكتوا بقى؟ ممكن تسكتوا عشان نبتدي اللعبه؟ انا همثل، اوكي؟ مثلي؟ طلعتي جري، هتطلعي في السيما؟ قطط يعني هشرح الفيلم وانت تجاوبي. ممكن؟ طيب. ركزوا. ماشي. ها؟ ايه ده؟ ليه ده؟ أنا المفروض ما اتكلمش، بس هتكلم عشان أفهمك، دي يعني الفيلم من كلمة واحدة، فهمتي؟ أيوة. أوكي؟ أيوة. ها؟ فيها ألف ولام؟ الخدامة! الخدامة! صح! تصدقي الأصل بيحب، شفتي؟ عرفت شغلتها على طول. لمي نفسك يا ولية، أنا خدامة بس بشرف. لا ده خدامة اللي بس بتتهرس كده في الشجر. يا مسجونة يا ليكي ملف. ملف اللي بتروحي الغابة. الغابة اللي خدوكي في البوكس. بوكس بوكس. يا بس ياخد ايه؟ احنا دايماً كده حرام عليك يا عواطف. شفت دي كريمة، جيب لي دموع التماثيل. طاطا خلاص ما تعيطيش، انت هتلعبي دلوقتي. انت بدك بامك وهي بتعمل كده على جنب والمسمى. ما تقصدش. يلا بقى فكي كده فافيش عشان الدور عليكي. انا اللي هلعب افلام؟ يعني اختاري فيلم ومثليه. ماشي، اختار العزيمه. ليه بتقولي العزيمه؟ ليه قلتي العزيمه دلوقتي؟ ليه المفروض تقوليه كده شرح؟
مسرح؟ ايوه اشرحي بس ما تقوليش ببقى. ماشي. ايه؟ طيب يا عزيزي بقى. يا طاطا من غير كلام، حرام عليكي، من غير كلام اشرحي. مش شفتيني عملت الخليمه بتغسل؟ خلاص يلا قولي فيلم تاني. خلاص العزيمه دي سمعناها، خلاص ما تقوليش عزيمه. لا طيب يا جماعه. يا جماعه. كلمه واحده يا جماعه. ما توديش، ما تقوليش ايوه، ما توديش ايوه، ما تقوليش حاجه خالص يا طاطا. اسكتي، كلمه واحده. ها طب يلا اشرحي اشرحي اشرحي. الشيمه عايزه تشوفي، عايزه تشوفي انت الرتله اللي مهروسه في اللغه. بس مش هو برضك الفيلم. احنا غلب حمارنا، مش عارفه اجاوب. انت عارفه الفيلم؟ ما انا انت يا حماره؟ لا الفيلم ده عزيمه تاني؟ معزمة. انا مش قلت لك اختاري غيره؟ ما انا بمزاجي اختار ده، عايز اوديك خطه. قلت لك ما تلعبش معانا، انت اللي صممتش انها تلعب معانا. وانا حبيت عايز اعرفكم السر بتاع الخدعه بتاعت اللعبه. انت بوظتي اللعبه يا قطط. لعبت دي اللي بوظت اللعبه والمسحه. انا ما بوظتش حاجه، الهي يطلع لك فسفوسه تحت بطك وتمشي عامله كده كده. بالله بصي هو ريحتها وحشه كتير من بيبيع العود. البنت دي بتجيب تضحيه؟ تضحيه؟ عواطف. لا والنبي ده عواطف؟ اه ربنا يتقم منها ان شاء الله. انت اللي يكره نعمه ما يشاء. خلاص بقى بس كفايه بقى، زهقتوني عواطف. امشي امشي كده برضه يا امي. معلش تستغني عني انا وتخني دي. اطلعي بره يا عواطف. ماشي يا صبوري، جبت الملف بتاعي. انا هنا سيدة الكسر. سيدة الكسر وسطك اللي كسر اللي سرع الجراده اللي ده سرع في ودن الكلب ومش عايزه تطلع. فوكس عليكي امشي بس. يلا امشي. يلا يا طاطا هي امشي مع ودنك والمشعب وش يا منتزه. يا طاطا مشي مشي مشي. يلا نطلع احنا كمان الاوضه. يلا مشيت. ايوه مشيت. يلا ما تطلعي بتستني يا. لا مشيت والله مشيت اهي. يلا نطلع الاوضه. هات البطيخ ده معانا. يلا حاضر حاسبي. وين الوضع ده؟ اقفلي اللي اسمها ايه البتايه دي ولا اسمها ايه؟ بتاعت ايه دي؟ بتاعت القهوه اقفليها. هيا بكيه. ايوه باشا، عاوز سلامتك سعادتك يا باشا. لا مفيش حاجه، بس انا كنت بحط سيادتكم علما ان انا على اهبه التحرك. ما تتحرك يعني صاروخ؟ هتتحرك؟ تتحرك منين؟ من عندكم في الفيلا يا باشا. ما تتحرك يا بكير، في ايه؟ انا مش فاهم، انت هتتجنن؟ يلا اتكل على الله. اتقل شويه. ما اتحركش، يمكن حضرتك عايز مني حاجه، عايز فوطه بالفيلا حاجه كده حاجه كده يعني. لا يا سيدي مش عاوز. بقول لك ايه يا بكي، انت عايز تقول حاجه؟ بصراحه ايوه يا باشا، عايز اقول لحضرتك حاجه. طب ما تقول. انما الى علم ان في مجموعه من السجينات، في واحده في وسطهم قال ايه شافتني انا وقطاطه واحنا خارجين من السجن. بالله يا باشا، بس هم ما صدقوهاش. والست دي ذات نفسها قالت بيتهيأ لي، يعني ما اجزمتش ان هي شافتني. ودي محتاجة ان انا اقولك المفروض ان انت تاخد بالك يا سيدي وتركز، تفتح عينيك وتفنجلهم على كل حاجة بتتعمل وتقول لي عليه. يلا بكير بقى ما تجننيش. ايوه باش اخر مرة، انا اسف لساعتك باش ومنش هتتكرر. مع السلامة يا باش. مع الف سلام. الحمد لله. لا ودي اصلها بقى ايه؟ دي حلوة قوي. مزمة مزمة الحبهات بقى والليب والفزيكة حالي مزمة وبيني بحطينا قرنفل وفلفل اسود. دي بس. اهلا وسهلا. انت شاطره يا قطاطه. الحمد لله على السلامه يا ست قطاطه. استني اخد بق. خدي بق. مروه. الظلم ما تعادل. خلاص خدت اخر بق، اعمل ايه؟ استنى بس خدت اخر بق. ماتي بقى يا ست. مات النبي. مات النبي. نعم سادة عليك يا دبي. سلام. نعم سادة عليك يا دبي. يا نهار اسود، ده هتعلم البت قراية الفنجان. هتيجي كده يا بت اهو. امال يا امنية مليتي؟ اه. حققت؟ ايه ده؟ هو انت شفت حاجة؟ هتتشاف. هاي صلاة النبي يا صلاة النبي. يا مجنونة. اللهم صل على النبي. فنجانك حلو زي الفل وبلعت عسل زي الفل. قلبك ابيض واللي في ايدك وسليكي
واللي حواليكي مثيرهم في يوم هيبقوا بعيد عنك وانتي عايزة هنا في قلب الفنجان. خلاص يا ست قطاطة فهمنا. شايفة الخط الطويل اللي لافف في الفنجان كله؟ اه. هو ده بقى سوري فيلا بيتنا. انا مثيرهم فيلا في قلب الفنجان هنا. ماشي. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ ببصي في واحد من دمك وأول حرف من اسمه عين. عبد الدواب عبد التواب عادل عداد. ايه جده عباس مزروع. ايوه ما شاء الله عباس. بص زوره مال الفنجان. انا كمان شايفاني في الفنجان. وبص كده يا ست الناس في واحده بقى من دمك وانا من حاجه بس بتحبك كان ده من دمك. بصي اول حرف شوفيني ده ايه ده؟ ده طه ده ولا ايه ده؟ عرفتها. مين؟ اول حرف من اسمها قطاطة. ايوه اهو النبي بباكد. بصي الفنجان اهو صدري مالي الفنجان كله. صح. وفي واحدة بقى بعد عنك عليها فص حر عينيها تفتح الحجر. مين دي؟ موت الخراب السواد الداب السودة ده لهوة عليها وعلى أيامها السودة. بصي مين؟ واحدة أول حرف من اسمها اسمها عواطف الخدامة. اشمعنى دي قلتيها على طول؟ هو اسمها هو مكتوب بالنار في قلب الفنجان. يا لهوي وبعدين بقى تعالي هنا. اللهم صل على البت. ليه كده؟ ليه قاعدة حزينة؟ مش فرفسي؟ خصوصا إن بابا وماما هما راكوا أهو بيندهوا بيندهوا. وفي واحد على الجبل فوق اهو. في واحد بخليك معايا. في واحد على الجبل فوق اهو بيشاورلك. عارفة اول اسم منه ايه؟ لمبي. اسود عليكي اهو لمبي هناك اهو واقف على الجبل وماسك في ايده كيس البن. تشربي اسبريسو؟ ماشي. تشربي؟ ماشي يا حبيبتي. انزلي اسبريسو يا لمبي.